جرثومة المعدة من الأمراض الشائعة، وهي تسبب في حدوث سلسلة من المشاكل في الجهاز الهضمي، أبسطها آلام البطن والقيء والغثيان. وتتنوع أسباب جرثومة المعدة ما بين الأطعمة الملوثة أو عن طريق العدوى، غير أن مصدر الخطر يأتي من أن أكثر من ثلثي سكان العالم مصابون بهذا الداء. طبعا للأسف أنه الكثير منهم لا يعلمون بذلك، كونهم لا يعانون أي أعراض تكشف عن هذا العدو الكامن في الجهاز الهضمي للكثير من الناس. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور زياد الرئيس، استشاري طب العائلة. صباح الخير يا دكتور. وجرثومة المعدة يعني من الأمراض الشائعة والتي نسمع عنها كثيرا، لكن ممكن توصف لنا بالضبط هي إيش تسبب للشخص؟ هل هي اللي فعلا تخلي الشخص يأكل وما يسمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا والجميع المشاهدين والمشاهدات. بالنسبة لجرثومة المعدة، هي من ضمن الأمراض الأكثر شيوعا، وما هي به الجرثومة اللي تخلي الواحد ما يسمن، هي الجرثومة اللي تأثر أكثر شيء على موضوع الهضم والغثيان وانتفاخات المعدة وآلام في فم المعدة. فلها ارتباط بشكل مباشر بقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر. جميل. فهي من ضمن الأعراض أو من ضمن الأمراض التي تؤثر على المعدة بشكل مباشر. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن أعراض جرثومة المعدة. أعراضها مشابهة جدا لأعراض قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر، من انتفاخ في المعدة، من غثيان، من آلام في فم المعدة، من عسر في الهضم. فكثير من المرضى يجون يشتكون لنا على هذه الأعراض، ونعمل فحص لجرثومة المعدة، وفجأة نكتشف أنهم حاملين لذلك المرض، واحتمال كبير أنه يكون عندهم موجود ويأثر عليهم تأثيرات سلبية. طب دكتور، المشكلة أنه أحيانا لما الشخص يعاني من هذه الأعراض يتوقع أنه أكل مثلا أكلة ثقيلة الليلة اللي قبلها، أو أنه هذه اليومين عنده تلبك معوي، كم من المفروض أن تستمر هذه الأعراض ليبدأ الواحد يقلق ويروح يعمل فحص ويشخص الحالة؟ سؤال جدا جميل. الأعراض بالنسبة للنزلات المعوية لا تتعدى أسبوعين في 90 إلى 95% من الحالات. من يعاني من هذه الجرثومة يعاني من هذه الأعراض لمدة طويلة، فهي أكثر من أسبوعين، يعني حتى أشهر، ويجي بعدين يشتكي للطبيب: أنا والله عندي هالأعراض هذه ما أقدر أتحملها، هل ممكن تساعدني بشيء؟ طيب دكتور، كيف يتم التشخيص؟ قبل ما نروح للتشخيص، الجرثومة اكتشفت قبل تقريبا 15 أو 20 سنة، واللي اكتشفها أخذ جائزة نوبل، لأن فيه ارتباطات في القرحة حقت المعدة، وجدوا أن علاجها يمنع التقرحات وآثار التقرحات الجانبية بشكل جدا كبير. فهي 90% مرتبطة بقرحة الاثنى عشر، و70% مرتبطة بقرحة المعدة. فعملية التشخيص عملية ضرورية ومهمة قبل العلاج. فالتشخيص بالنسبة لجرثومة المعدة يكمن في فحص بسيط جدا عن طريق يسميه احنا فحص التنفس. يشرب المريض مادة وبعدين يتنفس خلال الجهاز، ويبين هل هو عنده التهاب في جرثومة المعدة أو لا. الطرق الأخرى لعملية التشخيص تتم عن طريق تحليل البراز، الله يكرمكم ويكرم المشاهدين، ووجود الأنتيجين اللي موجود في البراز. الفحص الثالث اللي هو فحص الدم، وفحص الدم هو الأقل دقة ما بينهم، ولا يعتمد عليه في فحص التأكد من أن المريض خلاص طلعت الجرثومة من جسمه. جميل. طيب دكتور، هل هذه الجرثومة معدية، وكيف تنتقل العدوى لو هي كذلك؟ الجرثومة زي ما ذكرتوا في تقريركم، تقريبا نصف سكان العالم يعانون منها، والالتهاب اللي يحصل معاها يحصل في فترة الطفولة، وبعد ذلك تنمو وتتكاثر في جسم الإنسان. إذا وصلت إلى مراحل متقدمة وتكاثرها صار بزيادة وأثرت على الجسم بتقرحات، حين ذلك يتطلب علاجها.
ما هو من الصحيح أني أفحص جميع اللي موجودين في المجتمع أقول والله 50% منكم موجودة فيها الجوثومة، خلينا نحاول نكتشفها في الناس اللي موجودين ونعالجهم بشكل كامل. من لا يعاني من أعراض لا يتطلب الفحص. طيب دكتور، ما هي مضاعفات الجرثومة، جرثومة المعدة؟ مضاعفات الجرثومة المعدة الأساسية تكمن في التقرحات حقت المعدة والإثنى عشر. التقرحات المعدة والإثنى عشر هي من أكثر الأعراض اللي يعانون منها المرضى، وخصوصا في آلام المعدة. من ضمن الآثار الجانبية للجرثومة أنها ممكن تؤثر على الأغشية المبطنة للمعدة وتغير في من شكلها، وممكن تؤدي إلى الله يكفينا الشر في الحالات المتقدمة التي لم تكتشف لمدة سنوات وسنوات إلى نسميها حنا سرطان المعدة. جميل. طيب دكتور، في حال اكتشاف هذه الجرثومة عند بعض عند شخص معين، كيف يتعاملوا بقية أفراد العائلة معاه المفروض عشان لا تنتقل هذه الجرثومة؟ جميل جدا سؤالك. الجرثومة ليست جرثومة معدية من شخص إلى آخر في نفس البيت. فمن يكتشف عنده جرثومة المعدة بسبب أعراض موجودة معه، ليس بالضرورة فحص بقية أفراد الأسرة لمعرفة التشخيص لجرثومة المعدة، إلا أن تم هنالك بعض الأعراض المشابهة لوجود جرثومة المعدة والاشتباه جرثومة المعدة. بس استخدام نفس الأدوات يعني الأكل ما تأثر؟ لا، هي موجودة في 50% من المجتمع. هي موجودة في 50% من المجتمع، يعني سواء أكلوا نفس الأكل ولا ما أكلوا نفس الأكل، هي موجودة فيهم من فترة الطفولة أصلا. فهي تتكاثر بعدين في فترة الأدلتهود أو في فترة البلوغ، وتؤدي إلى الآثار الجانبية اللي موجودة الحين فيها. طيب دكتور، أخيرا كيف يتم علاج هذه الجرثومة؟ علاجها جدا جدا بسيط. العلاج والأساس في العلاج اللي هو عبارة عن أدوية تتكون من مضادين حيويين ودواء مخفض لحموضة المعدة. الدواء يستمر عليه الواحد من 7 أيام إلى 14 يوم. بعد ذلك بيحس بالفرق بعدها بشهر تقريبا. فخلال هالفترة الشهر راح يفرق مع المريض فرق جدا جدا شاسع. فبالنسبة للي يعاني من آلام في البطن وإضافة إلى ذلك تقرحات، لابد من فحص جرثومة المعدة للتأكد. لشخص اللي فوق سن 55 لا، الفحص حق جرثومة المعدة غير كافي، لابد من عمل منظار للمعدة وأخذ عينة من المعدة وعمل زراعة لها، ويتم اكتشاف الجرثومة في ذلك الوضع. بس اللي الصغار في السن ممكن عمل الفحص زي ما قلنا حنا عن طريق التنفس أو عن طريق البراز. الله يكرمكم. دكتور زياد الرئيس، شكرا لتواجدك معنا.